خلينا نروح لمحمد توفيق ولقاء مع كابتن الفريق واحد نجوم اللقاء سيف سمير. اتفضل يا محمد. من جديد بتواصل معاك كابتن هيثم وفرحه كبيره هنا في صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، ومعانا بقى وش السعد كابتن الفريق سيف سمير. اعتقد كده كام بطوله من ساعه ما بقيت كابتن الفرقه، بسم الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب على طول، تتويج على طول، بترفع كؤوس وبطولات. الف مبروك النهارده، مجهود اكثر من رائع، كلكم النهارده كنتوا عند المسؤوليه، واعتقد عيطتوا على جمهور الاهلي النهارده. اه والله الحمد لله، كل اللعيبه رجاله بصراحه، كلنا طلعنا 200%. في ناس كتير مصابه، وفي ناس كتير مصابه، وفي ناس حتى بتلعب مصابه. انا حتى وقت الماتش اللي فات دي واخد مسكنات، بس كان لازم نفرح جمهور اللي جه ده، والحمد لله يعني قدرنا نعايد عليه زي ما انت بتقول. يعني دوركم كبير جدا في الفريق، انت والكباتن الكبار بتلموا اللعيبه، حتى الناس اللي بره السكور النهارده الاصابه او الايقاف موجودين وبيساندوا الفريق. بطوله مهمه في توقيت مهم، خاصه قبل بطوله افريقيا. تقول لجمهور النادي الاهلي هتقعدوا ببطولات ايه في الفتره اللي جايه مع عندنا بطوله افريقيا وكمان دوري السوبر؟ اه طبعا، احنا الفتره اللي جايه فتره تقيله ومحتاجينهم جنبنا. عندنا ان شاء الله بطوله البال كمان اسبوع، لازم يبقوا معانا، محتاجينهم معانا عشان اللعيبه الجديده تعرف جمهور الاهلي بجد بقى. يعني الصاله ساعه كامله، 4500 مشجع، الاجواء دي انا لعبت فيها بطوله افريقيا 2016، فمحتاجينكم جنبنا وان شاء الله نفرحكم بيها. يعني الف مبروك، وما زين البطولات باذن الله، وان شاء الله ترفع بطولات كتيره جدا باذن الله، ودايما النادي الاهلي موفق. ربنا يخليك، شكرا شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع كابتن فريق النادي الاهلي سيف سمير، فرحه كبيره جدا، يا رب يديم على النادي الاهلي الانتصارات والبطولات والفرحه. كمان كابتن هيثم اتفضل. محمد توفيق شكرا جزيلا. اكيد ليله مميزه، ليله جميله، فوز، بطوله جديده، وزي ما قلنا لحضراتكم الاسبوعين دول مليانين بطولات.